السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي. اليوم 2 المارس، اليوم 19 شهر 8 2020. اليوم غنشوفو عثمينة ديال المواشي. شكرا لإخوان، شكرا على التعاليق زوينة، نتمنى أنكم تدعمونا وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. شكرا لكاع الناس اللي كيدعمونا في القناة، جزاكم الله خيرا، تحياتي للجميع. هذيك اموني زوينه. شحال وقفوا دابا؟ 6 ولا 48 ولكن 46 هي اللي صحيحه. شنو شتا؟ لا لا لا، هما 48 غاطا غاتشا، ما كنتيقظ هذيك.
السوق كامر على اخواني. واخا صراحة عندنا السوق شوية ما كيتنقاش صراحة والله. شو السوق كيداير؟ اي بوعر والله. الله يهدي شي مسؤولين. السوق انا ما بقاش السوق. ترى سميتو هداك ديال الزرع البطور الحين.